العراق اليوم مو اليوم قبل فترات يعني عانى من وضع أمني متردي حقيقة، وهنالك نسبة عالية من الفقر ونسبة عالية من البطالة، فذهبوا بالكثير منهم من الشباب ببيع الكلية أو بيع عضو آخر، يعني الكثير منهم بيع الخصية، بيع الكلية، بيع كثير من الأعضاء من أجل الحصول على مورد مادي يستطيع العيش به. فتجار ومافيات التجار بالبشر يعرفوا أن العراق لديه هذه الأرضية، فالشبكات تمتد إلى داخل العراق. هنالك الكثير من ما تخلفه الحرب، الكثير من الضحايا. شلون تصير هذه الأمور؟ هسه عدنا سين من الناس مثلا عنده كلية، عنده خصية، عنده ما أعرف شنو، يباع، شنو الطريقة؟ وين؟ شلون؟ بأي طريقة؟ يعني وين يصرفوها؟ في بعض الأحيان عندما يتم، طبعا قبل ما ندخل في هذا الموضوع، في كثير عندما كانت الانفجارات في بغداد شبه يومي، وكنا نسمع يوميا العثور على كذا جثة، نعم، كانت هذه الجثث تؤخذ ولا تدفن قبل أن يأخذوا أعضاءها البشرية. من ذاك الوقت كانت هنالك مافيات تعمل على هذا الأساس، يعني بعد ما يموت يأخذون أعضاء، يعني هو يعثر على الجثة ويأخذون عضو من أعضاء البشرية، وبالتالي يتم يعني طرق التي هم يمتلكونها، وبالتالي قبل أن تدفن هذه الجثة كانت تسرق أعضائه البشرية. والكثير من هذه الجثث وجدت في الطب العدلي هي يعني مسروق منها الأعضاء البشرية. هنالك يعني شبكات، هذه شبكات فيها مصادر زي. مصادر للوصول إلى الشخص الذي يريد البيع، هذه ممكن عن طريق التواصل الاجتماعي يتفق مع الشخص ويعرض عليه المبلغ، وبالتالي يتم إجراء العمليات. العمليات في بعض الأحيان تجرى في مستشفيات خاصة أهلية، يتم الاتفاق مع كادر معين داخل هذه المستشفى، يدخل بغير اسم والعملية لا يفصح عنها ما هو نوع العملية، تذكر في طبلة المريض بأنه إجراء عملية، كان يكون مصران أعور أو عمليات أخرى، ولكن أصل هذا الطبيب والكادر متواطئين متفقين. وفي بعض الأحيان عندما بدأت قوات الأمنية تلاحق هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع لا يمكن حصوله في المستشفيات الحكومية، نعم، فقط المستشفيات، عندما بدأت قوات الأمنية تلاحق هذا الموضوع انتقلوا إلى مناطق أخرى في محافظات، ومن ثم إلى كردستان، ومن ثم في نهاية المطاف بدأ الاتفاق أن هنالك ترتيب في مستشفيات خارج العراق.